أعزائي المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحلقة الجديدة من الوراق. حلقة اليوم من الوراق هي مع الأستاذ إبراهيم العوام الذي نصب بأنه شيخ التشكيليين السوداني. عادة ما يقال أن للغة غوامضها، لكن الأكثر غموضا أو أحيانا الأكثر إيغالا في الرمزية هي اللوحة التشكيلية. عادة ما يشتكي الناس بأن هذه اللوحة لا نستطيع أن نفك طلاسمها، أن نفهم لغتها، أن نتعرف أكثر على خطاب هذه اللوحة. التشكيل ليس فنا غامضا، ليس جسما غريبا، ولا صوتا غريبا، ولا حرفا غريبا على الذائقة السودانية. في هذه الحلقة اليوم من الوراق نتناول مع الأستاذ إبراهيم العوام تاريخ التشكيل في السودان، وتاريخنا يقصد به تعداد المراحل والفترات التي أثرت في الفنون التشكيلية، أيضا خطاب التشكيل عبر مر خطاب الثقافة السودانية. تتبع العوام في كتابه اليوم نسق الفكر في الجمال، والذي رسم صورته أو رسم صورة الغلاف الفنان التشكيلي الكبير البروفيسور شبرين. قدم العوام رؤيته في هذا الكتاب إلى تاريخ التشكيل، ثم نظر أكثر إلى المدارس التشكيلية السودانية نظرا في تواريخ بداياتها، في تعدد لغتها البصرية، وأيضا استطاع العوام في هذا الكتاب أن يؤسس لما يمكن تسميته بالمداخل النظرية للتشكيل. هذه الحلقة مع العوام لها أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أنها تضع العتبات الأولى لتاريخ التشكيل السوداني، وذلك عبر هذا الكتاب. الفائدة الثانية أن العوام بحكم أنه من المحترفين، بل هو شيخ التشكيليين السودانيين، يقدم نقده لمدارس التشكيل أو ما ينبغي أن يكون عليه التشكيل. هذه الحلقة سياحة في عوالم التشكيل السودانية، نتمنى أن تنال رضاكم. كونوا معنا، سندخل إلى الحوار. مرحبا بكم، هذه هي فقرة الحوار. هذه الحلقة كما قلنا في المقدمة هي سياحة في عالم التشكيل. طبعا قضية التشكيل في السودان عادة ما توصف بأنها قضية النخبة، حتى أن اللوحة طلاسم لا تفهم إلا لمن يفك هذه الطلاسم. هذه الحلقة اليوم مع أستاذنا إبراهيم العوام، القصد منها أنه قدم أستاذ العوام للمكتبة السودانية كتابا في التنظير للتشكيل، يبدو أنه يريد أن يسبر غور هذا الأمر، أمر أن يصبح التشكيل أمرا فوقيا، أمرا نخبويا. هذه الحلقة هي الأولى معه، سننتقل إلى حلقتين. الحلقة الأولى سنركز مع أستاذ إبراهيم العوام حول قضية التشكيل والنظر إليه، حول مسألة الحرمة في التشكيل، لأنها هذه أكثر المسائل يعني طرقا حينما نتحدث عن التشكيل. أستاذ إبراهيم العوام التشكيلي والكاتب والشاعر، مرحبا بك في الوراق. أهلا وسهلا بك وبجمهور برنامجك. أهلا بك. اللافت أنه الغلاف نفسه في الكتاب هو لوحة، من صمم هذا الغلاف؟ هذا الغلاف باقتراح كريم من أستاذنا الجليل أحمد محمد شبرين. نعم شبرين. وهو كان يعني ناقشني كثير في الكتاب وقرأه قبل ما يصدر أو قرأ أجزاء منه. وأنا كنت داير أسميه بالمدرسة اللي اقترحتها أو أصدرت بيانه، فهو قال لي المدرسة ذاتها كان تسميها مدرسة النسق. النسق؟ أيوة. طيب، ولما وديت له الكتاب سماه نسق الفكر في الجمال. في الجمال؟ في الجمال. آه. يعني راغلي الاسم، يعني ما اعترضت عليه او ما رايت فيه شيء خلاف، انه ربما لو كنت اكتب نسق الفكر والجمال لانه الاثنين بيعتمدوا على النسق. لكن ما دام بقت في الجمال فهي تخص ايضا التشكيل وغير التشكيل من الفنون الاخرى. من يعني انا برضو لفت انتباهي التقديم او الاهداء الى التشكيليين القادمين من وراء غسق الصباحات، يحملون ثمار ابداعاتهم ويرسمون الجمال في عيون انسان الغد ليرتفع الى سكن النفس ونسق السمو بالبشريه.
إلى تطلعاتها للحياة الأجمل والأرفع والأكمل. أنت توجه هذا الإهداء إلى جيل قادم من التشكيلين. طبعا حينما نقرأ إهداء مثل هذا لكل مجال في المعرفة وفي الثقافة أنه لا تنتهي المهمة أو نضع النقطة الأخيرة في أي إبداع، أنت ماذا تريد بهذا الإهداء للجيل القادم؟ ما هي الرسالة؟ شعرت بأنه الجيل القادم ظلم. الجيل القادم ظلم؟ ظلم. يعني ما عادت كلية الفنون هي تلك الكلية العظيمة اللي أحدثت يعني أثر كبير جدا جدا في السودان وفي الخارج، لأنه لما دعوا جامع الكليات الفنون الإنجليزية جاءت وفود منهم، وفي تقرير أشادوا بالكلية إشادة كبيرة جدا وقالوا إنها في مصاف الكليات البريطانية. طيب. وهذا يعني يدل على أن يعني تأسيس الكلية وبداياتها كانت رائعة جدا. رائعة ليه؟ دي في البدايات. أيوة. طيب. رائعة لأنه أولا الكلية نحن قايته لما جيناها طبعا الجيل القبالنا يعني درس على أستاذين ثلاثة سودانيين والباقية كانت خواجات، لكن نحن لما جينا كانوا الأستاذ شبرين والأستاذ بسطاوي والأستاذ شفيق شوقي وحسن. سنة كم أستاذ العوام؟ أنا جيت الكلية سنة 65 وهي أنشئت سنة 40 أي أو 46 أي. طيب. ما طيب. بين المتعد. لأنها كانت سكول اوف ديزاين في جامعة الخرطوم، مدرسة التصميم. مدرسة التصميم. ونقلت إلى المعهد الفني. كانت قسم فقط يعني، كانت تحولت إلى معهد. طيب. فالجيل اللي احنا جينا لقيناه كان جيل أولا متواضع جدا، لدرجة إنه احنا كنا أصدقاء بالنسبة لهم، بالنسبة لشبرين وبسطاوي وشفيق شوقي. أيوة. وكانوا زي بيجهدوا جدا جدا، يدون أكبر مجال من الحرية، حتى كانت يعني حرية لكزيريس يعني مرفهة، والنقاشات والأفكار اللي بتدور والما يكتب في صحف الكلية وهكذا، كان في يعني قمة الشعور بالحرية وجدتم عناية خاصة؟ وجدنا عناية خاصة مؤكد. طيب والجيل القادم؟ الجيل القادم يعني بقت القوانين المدرسية أشد انضباطا. طيب. يعني أول العميد كان بسطاوي، وتلاه القدال، ثم تلاه شبرين وهكذا. ففي هذه المرحلة كانت الكلية، وكان أظن في ذلك العهد يعني كل الناس ضد الإنجليز، ولحد ما طلعوا كده وبتاع، فاكتسبت روح قوية جدا جدا، وروح ما كانت واضح فيها إنها سياسية بقدر ما كان فيها بحث عن الهوية وعن البلد والتفكير في الشعب السوداني وفي تاريخه وهكذا. طيب. وأمجاده. بعدنا اتدهورت الكلية، يعني أنا بفتكر إنه تعليم الجامعة كله اتدهور، يعني ما نخص به كلية الفنون اتدهورت، وأصبحت القوانين يعني مثلا أضرب لك مثلا، نحن كنا بنبيت في الكلية وكنا بنشتغل الليل كله في الاستوديوهات، وما كان في زول بيقول لنا لا ده ممنوع أطلعوا الساعة 2 تعالوا مش عارف إيه وبتاع، والأساتذة ذاتهم كانوا بيجوا يشاركونا، وبعدين كان في رحلات بتروح
هم في السودان كله. طيب وهكذا الآن تراجعت يعني مستهدف الحرية شوية لتيك. هذا أثر مش كده يعني أسد الوقت طالب الكلية ما بعرف تاريخ الكلية ما بعرف الناس اللي أسسوا الكلية دي. في مشكلة في المناهج أستاذ العوام تفتكر يعني؟ والله هي كانت ماشية بدون مناهج لزمن طويل جدا جدا لحد ما وصلتنا نحن كان المنهج هو الأستاذ. التعلم مباشر من مباشر. طيب أنا عاوز أرجع للكتاب الجزء الأول من الكتاب أو الفصل الأول نفسه يعني المختصر في التشكيل السوداني وجذوره التاريخية. لكن قبل كده ما الذي يدعو إبراهيم العوام ليؤلف كتابا في التنظير للتشكيل؟ عادة التشكيل يكتفي بأن ينتج مش كده ينتج لوحة ينتج عمل إبداعي. إيه اللي خلاك تختار أن تنظر لهذا الأمر؟ والله الحقيقة أنا من بداياتي كنت أميل للكتابة والشعر والتفكير وكده. يعني أول مرة أكتب مقال جاد جدا جدا والناس احتاروا في أنه أنا كنت في الوسطى في الزمن ذاك في الجمعية الأدبية يعني كتبت عن مشروع الجزيرة نشأة وتطور مشروع الجزيرة. والخلاني أكتب الكلام ده وبجدية شديدة ما بتاع التلميذ في 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 الأوسط كانت في جريدة في الجزيرة اسمها الجزيرة وهذه الجريدة بتصدر كانت شهريا وكان على رأسها رجل ممتاز جدا جدا هو الأستاذ إسماعيل بخيت وكانت مكاتبة جنب بيتنا في كيلو 114 فكنت بمشي وأقعد مع هذا الرجل وكان يعاملني بأبوة وحنو ويفتح أمامي الأبواب ويحدثني فأطلعني على الأرشيف فبدأت أرخ أو أنقل طيب. ويصحح لي وكده لحد ما وصلت لأنه قريت هذا المقال اللي هو كان طويل شوية في الجمعية الأدبية وغير يعني صورة الناس عني يعني إنه ده زي زول عبقري ولا بتاع ما كان فيه عبقري طيب. كان طيب. المعلومة فيه وهذا الكتاب كتبت في التنظير للتشكيل هل تعتقد أن التشكيل في السودان يحتاج إلى تأسيس نظري؟ هذا الكلام جاء بعد الندوة اللي قامت في كلية الفنون ندوة دعا عليها أخونا أستاذ كان معانا دكتور دلوقتي كويس موسى الخليفة وجاب شبرين وجاب الصلاحي وقال يتكلموا عن مدرسة الخرطوم فالاثنين أنكروا أنه ما كان في تنظير من جانبه. ما هي مدرسة الخرطوم؟ مدرسة الخرطوم مدرسة أنا أقول إنها سودانية بحتة لأنها رجعت للتراث السوداني واستقت منه بعد ما مشوا ودرسوا في السليد وفي الرويال كوريج وكده لما رجعوا وعملوا معرض الخريف ومعرض الشتاء زهلوا لأن الناس ما تجاوبوا وكانوا رصامين يعني أنا شفت معارضهم في ذلك الزمن. أنت هنا طبعا كتبتها هي مدرسة تشكيلية سودانية الملامح أنت قلت اللي أسس هذه المدرسة هو إبراهيم الصلاحي وأحمد محمد شبرين وذكرت موضوع الندوة يعني هي سميت مدرسة الخرطوم لأنها نشأت في الخرطوم هذا التسمية يعني؟ لا دينيس ويليامز جاي وفي ذهنه أنه هو مدرس وحيدرس الفن الأوروبي عادة يعني. دينيس ويليامز ده أستاذ في كان أستاذ في الكلية في الكلية أيوه. من وين أصلا وصوله؟ هو أصلا جامايكي جنسية بريطانية كان يدرس في معهد كان يدرس في معهد الكلية فالرجل كان أميل إلى الجانب النظري فكتب إنه في الخرطوم في مدرسة ذات ملامح متميزة ومختلفة وكان يقصد الصلاحي والشبيري ويقصد الصلاحي فسماها مدرسة الخرطوم هو أطلق عليها لما جو قالوا لنا الكلام ده استهولناه صراحة يعني كيف الأساس الكبار دين ما عملوا لنا ولا نصروا لنا ولا في بتاع شنو اللي يجي يقول لنا في واحد سماه مدرسة الخرطوم وكده
فالحكاية دي أصابتنا بنوع من الخيبة. أنه ما وجدت أي تراث، ما في أي تنظير مسبق. أيوه طيب. فاتفقنا على أن يعني كان معنا أخونا نحات مصطفى النجر رحمة الله عليه، وقال أنتوا في شنو هسيت زعلانين من النازل، ما أنتوا تقعدوا نظروا لي. طيب. فدي كانت البداية حقيقة. دي لفتتني لأنه ما في لا توسيع، ما في أي ما في تراث نظري للتشكيل في السودان. للتشكيل في السودان. لذلك أنت اخترت أن تكتب كتاب. أن أكتب كتاب. فيما بعد في اخترنا كمان ننظر للحركة التشكيلية بمدرسة الواحد. أنا حجي مدرسة الواحد، بس الآن اسمح لي بهذا الفاصل أستاذ العوام، ثم نعود لنواصل الحوار مع أستاذ إبراهيم العوام حول كتابه نسق الفكر في الجمال. ابقوا معنا. مرحبا بكم، يعني لازلنا في الوراق مع أستاذ إبراهيم العوام نناقش معه كتابه نسق الفكر في الجمال. أستاذ إبراهيم مرحبا بك مرة أخرى. يعني الجزء الأول من الكتاب أيضا يتناول الفترات التاريخية في الثقافة السودانية. من يقرأ، أنت ذكرت ما قبل التاريخ حتى المسيحية، من هنا ينشأ السؤال حول أصالة الفنون التشكيلية في السودان. أنا أفتكر أنه يعني تميز الفن التشكيلي منذ بداياته الأولى. طبعا الحضارة قامت في السودان هنا قبل مليون سنة. مليون سنة؟ مليون سنة، لما اكتشفوا إنسان سينجا السكال بتاعته. وكان أقدم تو سكالز هي إنسان بكين وإنسان سينجا. أيوة. طيب. فظهرت الحياة قبل مليون سنة ونمت. ربما لو رجعنا لشوية كانت في العصور الجليدية وذوبان العصر الجليدي الأخير ووجود الإنسان الباليوليثيكي، وبعده جاء الإنسان النيوليثي. فمنذ ذلك الزمان بدت تظهر الفنون. العصر الجليدي ضغط الحيوانات والكده من أوروبا عبر المتوسط، ما كان في المتوسط، فدخلت شمال أفريقيا. نعم. وبالأول في أوروبا في الكهف بتاع التميرة ظهرت رسوم تيران رياليستيك بقى، واقعية لأنها كانت مربوطة بالسحر، وبيفتكروا إنه لما يرسموا التور ويطعنوه الصيد بتاعه تاني يوم يكون جيد. أيوة صحيح. مسألة سحرية. كانت الرسومات المذهل فيها إنها كانت واقعية جدا جدا. حتى الشعر بتاع التيران بتاعه مسجل، والحركات بتاعته لأنه محاكاة، يعني لأنه محاكاة للمشاهدة، ما يشاهدوا من حيوانات، بيمشي يشوف الحيوانات. طيب. وبيجي داخل الكهف بالليل بيولع الدهون وكده ويبتدي يرسم. وفي غرضه أنه يسيطر على الحيوان تاني يوم وكده، فبيدقق في أنه يجيب الشكل الواقع. لما العصور الجليدية الأخيرة والناس اندفعوا لشمال أفريقيا كانوا باستمرار في حركة، فعشان كده اخترعوا يعني نمط من الرسم السريع، يعني يعملوا الإنسان له راس وإيدين وكرعين وخطوط. أيوه. والحيوانات وكده. فيعني بدأ يكون في نوع من التجريد للرسم غير الواقعي. فالسودان ظهرت فيه يعني في العصر الحجري كويس، ظهرت في الشهيناب في الكهوف أيضا رسومات تتم
طبقا للمرحلة بتاعت الواقعية. طيب. ثم أصبحت أيضا هي نوع من الخطوط والتمثيلات وكده، وفيها تيران وزراف و... يعني الفنون في السودان عمرها مليون سنة؟ لا أنا بتكلم أول الحضارة اللي عمرها مليون سنة، الحضارة. لكن الفنون عمرها في السودان، الإنسان وجد في السودان قبل مليون سنة. طيب طبعا ده أمر فيه أخذ ورد لأنه في كثير من الدراسات، لكن ده رأيي. طيب طيب، بدأت في الشهيناب حضارة أو فنون تحاكي الواقع وتحاكي الواقع. طيب، ثم ظهرت الأدوات بتاعت العصر الحجري، السكاكين والفؤوس والبتاع وكده في خورب عنجة في مدرمان. في مدرمان، حتى أنا لما كنت في الثانوي لقيت لي فاس من الفؤوس وديت لناس المتحف. كويس، فكانت موجودة كثيرة. وظهرت الفنون، والفنون السودانية تميزت من بداياتها، تميزت بأنه عندها نمطها الخاص، إلى أن جاءت الحضارة المصرية وبدت تطل على حضارات أخرى، يعني تأثرت بالحضارة اليونانية، تدحرت كل المتوسط الحضارة، يعني أثر فيها أيوة الحضارة بتاعت الهند، الهند وفارس بتاع وفارس وهكذا. وكانت يعني قيام الحضارات دي من نبتة وانت ماشي لحد مروي، وفي فترة من الفترات قدروا يعني يحكموا مصر حوالي يقولوا 100 سنة. أنا بفتكر إنه يعني منذ ذلك الوقت في فنون سودانية، فنون سودانية بالذات في مجال الخزف، الخزف كان بدأ بالخزف الأسود ثم البتاع، وكان بعظمة السمك بزخرفوه يعمل له زخارف. طيب انت يا استاذ عوان في كتابك اتبعت يعني مثلا انت ذكرت ما قبل تاريخ الفنون الموجوده، وتكلمت عن نبته او نبته والعهد المروي والعصر المسيحي الى الاسلام كده. لو مسكنا كل فتره من الفترات دي، ايه طبيعه الفنون اللي كانت موجوده؟ مثلا مسكنا النوبيه القديمه. النوبيه القديمه كانت يعني ذات نمط أفريقي، لأنه كان في جنسين كونوا ناس الحضارة. يقال إنه في جنس قوقازي وجنس زنجي. زنجي. والزنجي كان متميز بالفك بتاعه والسنين المافي وكده. فده أنشأ حضارة أفريقية حقيقية. يعني تطورت من الخزف إلى غير الخزف، إلى أن وصلت كويس المباني والمعمار اللي بنشوفه في المصورات والنقعة ومعبد الأسد، الرسوم على الجدران في المقابر. لما نزور مثلا زي الكرو في مدافن الملوك وفي البركل وفي كذا، لكن برضو ما في شيء بيشبه، عندها خصوصية. خصوصية ده في النوبية القديمة. طيب لما جاء يعني عصر قبل الممالك المسيحية، الممالك اللي حصل شنو؟ حصل تحول تطور في الفنون. حصل تطور، لكن الفرق ما بين الفترة المسيحية وغيرها حتى الفترات الجات بعدها كويس، إنه الفن كان شعبي يعني من الناس كويس، لكن في العصر المسيحي كان في فن مسيحي جاي من أوروبا، والناس يعني تبعوا الأنمطة بتاعته وكده، وهو ما كان يعني شعبي، كان للملوك للطبقات العليا، في الطبقة العليا. فدي الفترة المسيحية دي برضو لو نظرنا في داخلها بنلقى إنها مختلفة شوية. طيب شنو اهتم بشنو اكثر في الفنون؟ عملت شنو في الفنون؟ يعني اول شيء اختلفت عن الحضاره المصريه بانها الحضاره المصريه اكثر تجريدا، وهنا تحس بانه الجسم الانساني بواقعيته تجسيم فيه، وفيه تخين كده. هناك في قواعد بيملوها الكهنه
يعني يقولوا الفرعون يرسموا كده وخسروا كده ومش عارف ايه ورجلين وكده واوضاعه كده وبتاعنا فكت شويه مفكوكه في السودان. اصبح الفن الفرعوني السوداني متميز جدا جدا من الفن الفرعوني المصري اللي هو يعني صارم وبقوانين قائم على التجريد أكثر وقائم على التجريد أكثر. طيب فالفترة المسيحية برضها ما كانت متطابقة مع الفترات المسيحية برضو عندها خصوصية سودانية. يعني أنت عاوز تقول كل الفنون اللي نشأت في الرحلة التاريخية الطويلة دي اكتسبت صفة السودانية السودانية. لكن برضو في الكتاب دكتور أنت من الحيشان المهمة المذكورة أيضا تتكلمت في صفحة 34 عن تطور الفن التشكيلي في القرن العشرين. أنت بتتكلم عن أن ده كله كان بدون تأسيس نظري. لما نمسك مثلا ودي قضية برضو مهمة حول مسألة هوية التشكيل. مدرسة الخرطوم برضو في الكتاب ذكرتها جمعت ما بين الهوية العربية والهوية الأفريقية وذكرت أن الحالة الأولى هي الحالة النوبية كانت حالة أفريقية. التشكيل برضو واحد من المحددات الرئيسة لتحديد الهوية بتاعت الشعوب. كيف بنعاين لتشكيل في السودان في ظل القضية دي؟ والله شوف هو بعد المسيحية يعني بدأ ينشأ فن متأثر ب الإسلام more decorative ويعني أقرب إلى التجريدية تجريد منه من التجسيد وكذا وانتشر وسط الناس. طيب يعني الناس أنا شفت بعضه يعني في المديرية الشمالية كان الناس يجوا في ناس كده فنانين بيجوا يزخرفوا البيوت من جوا معظمها أقرب إلى الزخارف الإسلامية وأسي لو نظرنا للبرش نلقاه تجريد الطبق تجريد صحيح. كويس الرسومات يمكن بتاعت القرع في الانقسنة وكده ظهر فيها تشخيص لكن معظمها كانت زخارف وهكذا فبدأ الـ 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 الأثر الإسلامي يظهر في فنوننا الشعبية. أنا حاجيك طبعا لأن برضو طروحتك الرئيسية في الكتاب حول مسألة ما يمكن تسميته بالتأسيس الإسلامي للفنون يعني وكذا لكن السؤال حول موضوع الهوية التشكيل في السودان جمع بين العربية والإفريقي الجمع بيناتهم الاثنين شكل في صورة فيها في ثنائية زي دي في أثر بنلقاها وين أكثر في أثر منو يعني في الأشكال بالدائرة دائرة في يعني مثلا في فترة يعني ظهرت كثير من آثار زي أفريقية يعني تحس بأنه الأقنعة بالذات كان عندها أثر في 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 تشكيل الفن الشعبي ومع أنه الأفريقية عندها كمان قوانين وعندها أشياء أبرها. في بعض الدراسات بتذهب إلى أنه التشكيل في السودان القناع وليس الحرف بمعنى أنه إفريقي وليس عربي. والله أنا ما يعني بفتكر أنه يعني في أثر أفريقي في أثر أفريقي ولا بد أن يكون فيه صحيح. لكن الأثر الأكبر من بعد المسيحية كان للثقافة العربية لأنه الإسلام دخل قبال أقصد العرب دخل قبل الإسلام قبل الإسلام قبل انتشار الإسلام في السودان وأثروا تأثيرات كبيرة جدا جدا في الناس فبفتكر إنه لما نحن جينا أنا بتكلم عن فن القرن العشرين في فن القرن العشرين نشأ فن متميز جدا جدا وشعبي ما عنده أي علاقة أنت من أنصار شنو أنه التشكيل السوداني أقرب إلى الثقافة العربية منه إلى الرموز الأفريقية ولا تفتكر أنه الاثنين متساويات في التأسيس والله يعني؟ أنا بفتكر أنه متساويات متساوية. تأثير واحد. طيب أنا هطلع فاصل أستاذ العوام ثم أعود ونواصل الحوار حول قضية الكتاب وهو نسق الفكري في الجمال في الوراق. كونوا معنا. Thank you.
مرحبا بكم، لازلنا في الوراق مع أستاذ إبراهيم العوام في مناقشة كتابه نسق الفكر في الجمال. أستاذ العوام، توقفنا قبل الفاصل الحديث عن الهوية بتاعت التشكيل يعني بين العروبة والأفرقة. برضو اللافت في الكتاب أنك أنت عددت أجيال التشكيليين في السودان. برضو لمصلحة المشاهد إذا عاوزين نعمل تقسيم أنه الجيل الأول والثاني والثالث وكل مدرسة انتمى إليه هذا الجيل. معليش اسمح لي أرجع شوية. تفضل. أنا في الكتاب كتبت عن الحروفية العربية والفن الأفريقي، 8 مقالات 8 مقالات. طيب ده يوري أنه أنا كنت بوازن. صحيح، أنا في تساوي ما بين العناصر العربية والعناصر الأفريقية. طيب نرجع لل التقسيم بتاع الأجيال في التشكيل. نبدأ ب الحقيقة أول ما ظهر بعد الاستعمار، ما جاء الاستعمار جاء بالمناسبة معه فنون في الحملة. أيوة. كان أيوة. في الرسامين. ودخلت الفنون الغربية بقيمه وكده، والناس شافوها في بيوت الأغاريق واليهود وهنا في شرق الخرطوم وكده، وشافوا اللوحة، اللوحة لأول مرة لوحة الحامل. ما كان عندنا حلم، كل فننا كان ملتصق بأدوات الحياة فيما عدا كويس لما يجور الخواجات بأثر لوحة الحامل. طوالي الحصل أنه حصل صراع ما بين القديم القديم والحديث والجاي. لوحة الحامل معناها لوحة موضوعة على على حامل، على حامل. يعني مش زي يعني الفن الشعبي ما عندها غرض. ما تجريد. لا يعني هي في رقبتها عالم براها. طيب فبعض الناس شافوا الرسومات، لكن مقابل ده قامت المدرستين. المدرسة الأولى هي المدرسة الشعبية اللي قامت في مدرمان، طباقة وبروش ومناسج. طيب. كان البيت اللي ما فيه منسج ما بيزعرسوا بيته كويس بجد، والناس والملايات، وظهرت بقى الأهلة وظهرت الأشكال بتاع. صحيح ظهرت بعض أشكال آدمية في الملايات بالذات، لكن يعني معظم الفن كان تجريدي. تجريدي. مقابل كده في ناس شافوا رسم الخواجات، فديل أنشأوا ما سميته أنا كويس مدرسة فن المقاهي. فن المقاهي يعني شعبي ده ولا شنو؟ ده فن شعبي. فن شعبي، لكن شنو ال 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 المسرح بتاعه كان جدران المقاهي. أيوة. والمطاعم وهكذا. طيب. ده فن أخذ من الفن الوافد حاجات كثيرة جدا جدا. منها؟ يعني مثلا لوحة الحامل ذاتها. أيوة. لقيت في لوحة منفصلة اسمها لوحة الحامل. مثلا نلقى أنه المواضيع ذاتها فيها تشخيص كثير، وفيها ضوء وظل. ده في الفن الإسلامي عموما ما كان ما كان في تجسيم وما كان ضوء، في نسوان كده راقدات على جنبتين وفي فرق ومشاط ومشاط. صحيح. والدخان. صحيح. المواضيع ذاتها كانت مواضيع سودانية. سودانية. الجو بتاع اللوحة لو نظرت له عموما تلقاه جو سوداني. طيب. ده اللي ميزه. ما ميز فن المقاهي. فن المقاهي. طيب. بعدين قاموا ناس زي علي عثمان، ده كان راجل رائد ورسم حاجات رائعة جدا جدا وكان متمكن. والخواجات كانوا جابوه في المتحف الصحي يرسم الضبانة والناموسة والمش عارف ايه وبتاع وكده، وكان بيوزعها في المدارس. نحن نتذكر في الكتاب كانت بيجينا الصور دي متقنة جدا، زور رسام جدا جدا. طيب. بنقولاوي هو مصير كده أنا شفت. دي ده أنت الآن عشان نقسم يعني مدرسة المقاهي دي أو المقاهي ما سميته أنت بالفن الشعبي بتاع المقاهي تأثر بلوحة الحامل اللي هي وافدة مع الاستعمار. كمان بيجوا يرسموا بالبوهية.
طيب حصل تطور يعني. مدرسة الخرطوم ذكرناها بأنه منسوبة إلى الصلاحي والشبرين. هناك مدرسة مشهورة أنت كتبت بيان هي مدرسة الواحد. مدرسة الواحد. طيب ما المقصود بمدرسة الواحد؟ يعني الحقيقة نحن كنا في بحث عن هوية التشكيل في التشكيل في السودان، وبدأنا من النقطة اللي فيها شبرين والصلحي قالوا نحن ما أسسنا التنظير كويس، فبدأنا نبحث عن نوع من التنظير. يعني أنا والأخ أحمد عبد العال ومعانا أحمد الطيب زين العابدين الله يرحمه وأحمد عبد الرحمن وكده، وبقينا كله يوم أربعة وضعنا برنامج. طيب. وضعوا لنا أستاذنا أحمد الطيب زين العابدين قال كل زول يجي يلقي محاضرة في مجال من المجالات. طيب. ثم نجمع الأشياء دي كلها ونطلع منها. إحنا عاوزين منك التنظر. بس يعني تفسير لها أو تعريف ما المقصود بمدرسة الواحد؟ مدرسة الواحد سميت فيما بعد، لكن العملية بتاعت تأسيسها كنا نحن زي 8 فنانين اتجاهنا واحد، لأنه فشلت مع ناس أحمد طيب زي العابدين، يعني ناس فكرهم ما زينا إسلامي، ونحن كنا 8 كده فكرنا إسلامي، فقمنا اجتمعنا مع بعض سنتين نحن نجتمع كل أسبوع وهكذا لحد ما كتبنا 14 نقطة متفق عليها حول تنظير للفن السوداني. طيب أنا أنت في حوار لك طبعا دائما بيجري الحديث حول حرمة التشكيل أو يعني التجسيد مش التشكيل عموما يعني، فأنا واحد من حواراتك ذكرت أنه أنك أنا كنت على لسانك يعني لم أدعو إلى لم أكفر ولم أدعو إلى حرمة التشكيل. التشكيل هاي نحن بعد ما عملنا مدرسة الواحد كبداع وشلت النسخة وديت اللي أستاذنا صلاحي وديت نسخة لأحمد عبد العال، باعتبار أحمد عبد العال كان صديقي وكنا بنبحث مع بعض، نمشي لجمعيات تحضير الأرواح ومش عارف إيه والصوفية ونمشي لشيخ الطيب ودمرين في الهلالية ونمشي كنا بنبحث كويس. فسافر لفرنسا عشان يحضر الماجستير والدكتورة، لما جاء لقانا نحن كتبنا، فأنا سلمت أحمد عبد العال والصلحي نسخة من ما اتفقنا على حوله. وأحمد تحمس للموضوع وكده وبتاعه نايم، وكصديق قلت له يا أخي عشان يكون عندك دور حاول تلم الكلام ده في بيان نصدره. طيب أنا سؤالي مش عن القصة دي، سؤالي عن مسألة الحرمة في التشكيل. أنت كيف الحرمة هو اتهمني بأنه أنا يعني كفرت لأنك دعيت إلى التجسيد؟ لا، عملت المدرسة الأحادية وصوفيا في الناس بيقولوا الأحادية دي الخوض فيها يعني فيه يعني حرج، أنا ما وبعدين افتكرني لأنه هو كان بيرسم أشخاص كثيرة جدا جدا، فزي اتهمني بأنه أنا دعيت لي في الحوار المجلة بتاعت ال، فأنا رديت عليه وقلت أنا هو في 6 ندوات ذكر الكلام ده. طيب. وإنه أنا كفرت وإنه طلعت من الملة ومش عارف إيه وبتاع، فقلت أنا لم أكفر ولم أدعو لحرمة التشخيص. أنا ما قلت أصلا ما قلت في حرمة. الإسلام عنده موقف من يعني هل يحرم التشخيص؟ في بعض العقائد أي بيفتكروا انه في حرمة في صورة تماثيل ايوه وصورة ذاتها. طيب انت رايك يعني صورة يقطعوا راسها انت يعني الى اي مذهب تنتمي؟ ما في حرمة شنو يعني على ماذا تستند؟ تستندنا على حديث السيدة عائشة اللي هو في الشعر سئلت فقالت حسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني ما فيه يخالف الإسلام قبيح وما لا يخالف الإسلام، فنحن رأينا أنه ما في شيء بخالف الإسلام كويس، زيه زي الشعر وزي أي فن آخر كويس،
الحرمة بتاعته بتجي من الغرض في التوظيف له. التوظيف آه طيب. ف يعني الجماعة اللي كانوا معي التمني ديل ما سموها المدرسة الواحد. أذكر إن إحنا كنا في بتاع وبعدين أحمد عبد العال حقيقة اقترح إنه يسموا المدرسة مدرسة الواحد. أنا قلت له يا أحمد يا أخي ما في ناس العراق دي الناس عندهم مدرسة البعد الواحد فتقوم المسائل تختلط. فقال لي إنه يا أخي ذاك مسألة أسلوبية ودي مسألة فكرية يعني ما تعاون هاي. المهم توافقنا. فلما جاء يكتب البيان أنا أعرف تأثره بالصوفية الشديد. نعم. كويس. فابن عربي بالذات. نعم صحيح. ف رسالته كانت على ابن عربي. فأديته له يوم الأربعاء حصلت يوم الجمعة الصباح لقيته فعلا كتب كلام طالع شوية من اللي احنا اتفقنا عليه. فبدينا نرجع الأشياء إلى الـ14 نقطة ووردت في البيان زي ما هي. كويس. يمكن أنا زدت عليها نقطتين. طيب. كويس. أنا لأنه ما فضل لي زمن كثير دير لملي معاك الأطراف. في مدرسة الواحد ليست هناك حرمة في التشخيص. هذا واحد. هذا الكتاب أيضا أنا بالعكس. طيب. يعني بفتكر إنه نحن يعني اكتسبنا خبرات في مجالات مثلا الواقعية التجريد مش التشخيص. يعني الفن الإسلامي دعا إلى فن أرفع فن عقلاني كويس يعتمد على التأليف أساسا كويس. وعشان كده طرح الخط العربي كتجريد أعلى درجات التجريد في الخط العربي والزخارف ويختار الزخارف الهندسية والزخارف النباتية حتى لا يدخل في الصور صور الشدر ولا مناظر ولا كده وبتاع. يعني رسم الإنسان رسم الإنسان أيوه. لا يعد حرام ما لا يعد في تفسير حرام. مدرسة الواحد في تفسير والتماثيل أيضا كذلك أيضاً لا تعد لأنه أحد الأنبياء أعطي عمل التماثيل مش كده هاي. ف يعني ربنا ما ممكن يدي نبي يعمل التماثيل يعملون له جفانا صحيح. الغربة دي شنو يعني لماذا حتى الآن الذائقة العامة عند السودانيين ليست قريبة من اللوحة ليست قريبة من التشكيل لا زالت تشعر بغربة في مسافة لسه أستاذ العوام بين التشكيل وبين عام مو عامة الناس لكن المتذوق عموما التشكيل حتى في أوروبا لما جاءت الكاميرا قلبت المسائل طيب يعني بقت الصورة الصورة بالفوتوغرافيا كليك انتهينا كل البراعة والبتاع بالرسم بها الناس يعني الصور كويس اصبحت ما عندها معنى لانه الصوره نقل عن الواقع طيب ما فيها الابداع. الفن الاسلامي دعا الى فن تجريدي عقلاني فيه متعه عقليه وفيه متعه روحيه. النهارده لما تقعد في جامع من الجوامع في اسطنبول ولا كده بتشعر بكميه من الروحانيه والبتاع ومسألة بتخاطب عقلك كل البتاع دي كلها هندسة دقيقة وبتاع وهكذا. حتى الناس زي الواسطي الرسم كويس شخوص كويس الواسطي كل الرسوم شخوص. الغربة دي الآن أنت شاعر بأنه ما زي زمان الأمر تحول شوية بيقول السودانيين أقرب لفهم أقرب التشكيل ودوره وكذا وللتجريد للتجريد. طيب هسه أنا الحاجة البدعو ليها أيوة. إنه خلونا نمشي في فننا الإسلامي اللي هو فن تجريدي لأنه جو ناس موندريان وكاندينسكي وبول كلي وجو في شمال أفريقيا وشافوا الفن الإسلامي وتأثروا به ثم قامت حركة التجريد في أوروبا كبيرة جدا
لأنه اكتشفوا إن الصورة ما فيها الإبداع. الإبداع. شكرا. انتهت الجزء الأول يعني من الحوار مع أستاذ إبراهيم العوام. شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم. يعني لابد أن نواصل معك قضية الكتاب وأيضا الجانب الآخر من الشعر يعني وكذا. لكن هذه الحلقة انتهت يعني. نلتقي. مرحبا بكم. هذه الفقرة هي فقرة ترشيح الكتاب. كتابنا لهذه الحلقة هو كتاب السودان بعيون غربية. بذل صاحب الكتاب مجهودا كبيرا في ترجمة كل ما كتب عن السودان باللغة الإنجليزية. طبعا هذا التاريخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والنفسي كذلك للسودانيين بذل فيه الغربيون جهدا كبيرا بأن كتبوا عدة مقالات بل وعدة كتب. نعم هي من وجهة نظر المستعمل أو من وجهة نظر الآخر، لكن يظل هذا الجهد جهد كبير. هذا الكتاب للبروفيسور بدر الدين حامد الهاشمي، السودان بعيون غربية. نحن بين أيدينا اليوم الجزء الثاني، لكن هو 8 أجزاء. مترجم الكتاب وإن كان ليس متخصصا في الترجمة بل هو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة أدنبرا في علم الأدوية. من تقديم مصطفى عبد العزيز البطل، البروفيسور بدر الدين حامد الهاشمي واحد من الذين اختصهم الله بقضاء حوائج الناس، وبخلاف ما استنام إليه البعض من أن عبارة حوائج الناس تقتصر على المتطلبات الحياتية ذات الأشكال والمضامين المادية مما يشغل الناس في دارج حيواتهم اليومية وحسب، فالحقيقة أنها تتجاوزها فتطال أيضا ثمرات المعرفة والتنوير والوعي. هذا الكتاب إذا طالعنا فهرس الكتاب لما ترجمه البروفيسور الهاشمي من مقالات: صك العملة في عهد المهدي والخليفة، سليم آغا، ملحمة عبد مسترق، عرض لكتاب الرشايدة في السودان، حول التاريخ السياسي المساليت، محس العلفون، المكنمر، المماليك في السودان، وعديد من ما كتب باللغة الإنجليزية عن السودان. عدد من هذه المقالات كتبوا مختصين في الأنثروبولوجيا، الدراسات الاجتماعية، وبعضهم أيضا كان قد عمل في السودان لفترات طويلة أيام الحكم الاستعماري. هذا الكتاب هو تجلي الأنا، أي بمعنى أنه يكشف إلى حد كبير رؤية الآخر إلى السودانيين في عاداتهم الاجتماعية والثقافية وكل مجمل الظاهرة التي عاش فيها السودانيين. نحن ننصح في الوراق بقراءة هذا الكتاب بأجزائه 8، لأنه يكشف إلى حد كبير كيف ننظر آخر إلى السودان، بل يكشف على لحظات في تاريخنا الاجتماعي لم نحفل بها أو لم تترجم بعد إلى اللغات العربية أو إلى اللغة العربية وقرأها السوداني. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي والفريق العامل، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة من الوراق مع كتاب آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.